بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله علما ينتفع به. فستان بيبي لطفلة من 9 أشهر للسنتين، ممكن يلبس أكبر بحسب حجم الطفلة بحسب طوله، بس فستان ساويته أنا بشكل بيبي مشان لازمني هالموضوع. حلو كثير ومرتب وسهل، بس بده ينشغل على 2 قطعتين. هلأ هذا هون أنا عندي هون هو الظهر، الصدر، هذا هو الصدر أخواتي. ابتديته 70 غرزة، أنا ابتديت 70 غرزة. أصول الكشكش اللي بنعرفه نحن أنه نبتدي نحن من تحت بعدد كبير، بعدين وقت بنوصل لطول الكشكش اللي بدنا إياه نختصر. أنا هالمرة عملته بالعكس، أنا كنت بدي ساوي مشروع آخر، ولكن كنت بدي جرب هالطريقة إنه أنا وياكم نجربها ونشوفها. جربت أنا على هذا المبدأ، قامت نجحت معي، حابة إني أنا أتشارك أنا وياكم فيها. أخواتي الفستان مثل ما كون شايفين ابتديته 70 غرزة، برجع هون بزيد، هون بالنسبة للكشكش أنا بدي زيد طبعا، قوم بزيد غرز من هون، بشتغل من الدائر لتحت قديش بدي طول الكشكاش، بعدين بختمه بغرزة مرنة ضروري مشان ما يقلب لفوق، ما بدنا يقلب، نحن بدنا يضل بشكل حلو. بعدين بشتغل مسافة من هون لهون، من قيسة قديش المسافة، شو طول البنت عندك انتي، قيسي المسافة قديش طول البنت. انا عندي يا 20 سنتي اخواتي من عند هون، من هون عندي لفوق، بدك يا طول الكامل، هاي الطول الكامل طلع معي 23.5. الطول الكامل من عند ما بدنا نبلش حردة القبط لتحت 23 سنتي، هذا له حردة اخواتي، هذا الفستان له حردة. في ناس ما بيحردوا بيساووا دغري ريب، بس بقى انا لانه في كشكش لسه هون على الاكمام، ولذلك انا بتصرع اني انا احرد. هلا رح اجي اصبق انا وياكم الطريقه اللي انا اتبعتها. انا هون بلشت 70 غرزة اخواتي، ساويت 70 غرزة، شايفين شلون بيلف هذا الداير، بيلف معروف تمام، بيلف هذا. نحن شو بدنا نعمل، نقلب الشغل هيك على الوجه، نقلب الشغل على الوجه ومنثبت الخيط بالطرف الزاويه، منجيب الابره، بدنا نشتغل غرزتين منزيد غرزة، نشتغل غرزتين منزيد غرزة، بدنا الزاوية تماما مثل ما كون شايفين. يلا نشتغل، هاي وحدة، لاحظين شو عم باخذ، أنا عم باخذ طرف الغرزة اللي قدامي، هي إلى طرفين، أنا عم باخذ الطرف اللي قدامي، بتحبي تاخذي 2 كمان بيصير ماشي، بس شوفوا شلون أنا هيك وقت أخذته، شوفوا شلون الأفاطر حلو منظره بيطلع حلو. تاخذي أنتي الغرزة الأمامية، هاي صاروا غرزتين. هلا شو بدنا نعمل، بدنا نزيد، هاي زدنا غرزة، إذا كل غرزتين منزيد غرزة، مو كل غرزة أي واحد، وهي 2، هلا منزيد غرزة، نرجع منقول هاي 1 وهي 2، نعمل لفة، عم نزيد نحنا كل غرزتين غرزة. هلأ هون أخذنا هاي الغرزة، لاحظوا شلون من ورا، شوفوا شلون من ورا بيطلع حلو، بيطلع دايره كتير حلو، يعني إذا قلبتي الفستان ما بيبين معك إلا أنت كأنك شاغلتي سوا سوا تمام. أخذناها، هلأ اشتغلنا وحدة وهي الثانية، نعمل لفة، يعني صاروا عم نزيد غرزة، كل غرزتين غرزة. خلاصة أخواتي أنا زدت الغرز، قام وصلت للمية وأربعة، كانوا 70 صاروا 104، بتزيدي لحد ما توصلي للمية وأربعة وبتشتغلي الكشكش. نشتغل كم دور بدنا نشتغل، بيني معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 أدوار جرسي عادي يعني عدل ومقلوب، 9 أدوار. دور العاشر يلي هو بيكون مقلوب بتبلشي بقى تشتغلي الغرزة المرنة، بدل ما يكون مقلوب بتساوي عدل، والعدل عدل، وهكذا بتشتغلي 4 أدوار، يعني دورين هذا يعتبروا 4 أدوار أخواتي، وبالدور السادس بتختمي،
بالدور السادس بتختمي، هاي ختمه، ختمه الغرزه المرنه، صورت لكم اياها فيديو صغير اذا بتتذكروا. اذا هلا احنا حنلقط الغرز ونشتغل هدول التسعه ادوار ونساوي الغرزه المرنه وبعدين بنختم، تمام؟ بعدين بقى بنتابع شغلنا. انا بالنسبه لي مشان ما يطول معي فتره الفيديو اخواتي، هلا هون انا عم بلقط لك اياها انا وياكي سوا سوا. انا اشتغلت هلا المسافه اللي هون اشتغلتها خارج الكاميرا، ليش؟ مشان دغري بلش انا وياكي بالحرده ومنساوي انا وياكي غرزه السموك، منساويها انا وياكي. هذول الشغلات البسيطه تعلمناها وكثير مرقت علينا. اهم شيء علمتك كل تنتين بتعملي لفه، كل تنتين بتعملي لفه. المهم عدد الغرز بيطلع معاكي 104 غرز. لاحظي شوفي شلون عرضه، عرضه كثير حلو. بتحبيه اكثر زيدي. انا خيطي على 4.5 اخواتي، الخيط السميك ما بيلبق له زياده. انا 4.5 وخيطي مثل ما كون شايفينه وسط، ما له رفيع. اذا انت خيطك رفيع تمام، انا خيطي على 4.5 بينشغل، ممكن ينشغل على 5 تمام. يعني هلا مثلا هون اذا حبيتي تقلبي على 5 معلش، خاصه هاي الغرزه بتطلع سميكه، هي المدام ريب، بس كان ريب اذا قلبتي على 5 ما بهم. بس انا عم اقول لك على خيطي، انا خيطي لاحظي شلون خيطي يميل الى السمك، مو مثل تبع البيبي. اذا تبع البيبي بدك تشتغلي اقل، ودائما قدري انت قيسي العدد بدك اياه. كل نمره ابره بتفرق معاكي 10 غرز، كل نمره ابره 10 غرز، اتفقنا؟ وبالنسبه للطول بيفرق معاكي الطول كمان، تمام؟ لأن الإبرة الصغيرة بتختلف عن الإبرة اللي أكبر منها. رح أشتغل أنا هلأ كفي هذا لقطه كلياته، بوصل للمية وأربع غرز وبكفي المسافة وبرجع لك. اشتغلنا أخواتي 8 أدوار مثل ما اتفقنا، هدول 2 4، هاي 2 4 6 8 9 بالدور العاشر. اشتغلنا بقى الغرزة المرينة، اشتغلنا 4 أدوار بالغرزة المرينة، يعني هي دورين هون، بس معناته أنت 4 أدوار عم تشتغلي عدل، بعدين بتشتغلي الدور العدل، بتشتغلي عدل ما اختلفنا، بتحردي على الدور المقلوب. أنا هون معاكم بالدور المقلوب، ليش؟ مشان يطلع له هالمنظر الحلو هذا وقت الختمة. هلأ عم نحرد حردة الغرزة المرينة. شلون حردة الغرزة المرينة؟ أخواتي هاي الغرزة بنرجع هاد، لاحظوا إحنا عم نحرد على العدل، رجعي هاي على الإبرة وبتاخدي التنتين معا، شدي إيدك، نرجع بنرجع هاي الغرزة بنحطها هيك، بناخد التنتين من خلف الشغل. نحن عم نحرد على المقلوب ليكون إحنا هون مقلوب، مقلوب أحلى، تطلع الزبلة من قدام بيطلع كتير حلو، وخاصة بالغرزة المرينة. تركت أنا قسم معاكم مشان اشتغلوا لحتى الأخواتي المبتدئات يعرفوا نحن وين عم نشتغل. إذا لقطنا الدائر، طلع معانا 104 غرز، اشتغلنا 9 أدوار بالدور العاشر، بلشنا نشتغل الغرزة المرينة، اشتغلنا دورين بما يعادل 4 أدوار جرسي، نرجع نشتغل دور العدل عادي، دور المقلوب عم نختم فيه الغرزة المرينة. هاي هي ختمة الغرزة المرينة، ضروري هيك تختميها، ضروري اختي الكريمة تختميها هيك. ها مثل ما كون شايفين بنرجع على اليسار وبناخذ التنتين من خلف الشغل، خلصنا الكشكش. هلا هاي اول مرحلة من مراحلنا خلصت. اذا بتحبي تبلشي للكشكش 104 غرز، بس شرط إبرة 4.5 أنا عم بشتغل. ها هذا الفستان بيلبس لحدود السنتين، بيلبس لحدود السنتين. ختمنا احنا هلا هون، خلاص ما بقى بدنا، وهذا الخيط قصينا ما بقى لازمنا. نحن هون انهينا الكشكش أخواتي. أنا ما ساويت الكشكش كثير، ماني رايته، لأنه أنا خيطي مثل ما قلت لكم خيطي واقف، حاجة بكفي هيك كشكش، يعني شوفي كيف بتشيلي بتلاقي مناسب جدا، تمام. يلا هلا احنا هون طلعنا اشتغلنا بقى لحد ما وصلنا لطول الفستان اللي نحن عم نشتغله. هاي هون
وصلنا نحن هون للطول. هلا شو بدنا نعمل؟ هلا اهم شيء في عنا حردة القبط، ليكونا نحن هون عند حردة القبط. يلا هلا بدنا نحرد بقى حردة القبط 2 × 2 × 2، نحرضون بدل 3 × 2 × 1، بدنا نحرض 2 × 2 × 2. انا معي 70 غرزة. هذا يلا بالدور العدل نحرض 2 × 2، كل دور نحرض 2 × 2 3 مرات، هاي وحدة هاي 2. منتابع عادي، منتابع عادي، لأنه لاحظوا هون أنا وقت الحردت ما اشتغلت هذا المضلع، أنا حردت خلصت الحردة وبلشت بالتضليع. هاي حردة، هاي أول وحدة، بالثانية بلشت بالتضليع، بالثانية مشان يزبط معاي العدد أخواتي، مشان يزبط العدد، يعني يبلشي بعد الحردة مشان يزبط معك العدد. تعرفي هذا العدد لازم يكون مجوز. هلا هون عم نشتغل عادي، عبارة عن كلياته عدل عدل هيك لنهاية السطر 70. جينا دور المقلوب، هاي دور المقلوب كمان بدنا ناخذ 2، هاي وحدة وحدة وهي 2. تسأليني ليش هيك ساوينا الحردة؟ قلت لك لأنه كمان بدنا نساوي كشكش على الكمام، بقى بدنا الحردة تكون شوي غميقة لحتى إذا إجا الكشكش تحت الإبر ما يجي سميك، ما يضايق على الطفلة. يعني هو لحاله هذا الغرزة، هي غرزة السموك بتضب، كل شي في عندك مضلع بضب مثل البليسي، لأنه بقى بما انه بيضب، لا انا بدي فترة قبله مشان ايش؟ مشان خلي حالي الكشكش يجي من تحت القبط ما يضايق، تمام؟ يلا انا رح اكفي هلا هيك الشغل لنهاية الدور، هذا كله مقلوب عادي. دور العدل الثاني اخذنا 2 × 2، هلا كمان بدنا ناخذ 2 × 2، هلا ما بنساوي التضليع لسه بكير مشان نعرف عدد الغرز اللي معانا. شايفين أخواتي؟ لاحظوا هون نحنا نستنى لحد ما نوصل للثالث، منبلش بقى منوزع مشان إيش؟ مشان ناخذ غرز ويظل معانا غرزة وحدة للداير. هون بده يجينا 2 مقلوب، بدنا نخلي وحدة بس معانا للداير مشان تطلع منظرها أجمل. هلأ هاي الحردة الثانية نحنا عم نحردها، هاي الحردة الثانية. تعديل أخواتي، عند الحردة الثانية نشتغل 3 عدل، نشتغل 3 عدل، بنبلش نساوي 2 عدل 2 مقلوب، 2 عدل 2 مقلوب، مشان نبلش بقى تأسيس المضلع. 2 عدل 2 مقلوب، إذا بنخلي معانا بس عدد الغرز اللي بدنا نخصمه. 2 عدل 2 مقلوب، واحد 2، وهي 1 2، واحد 2، وهي 1 2. منتابع هيك لنهاية السطر أخواتي، 2 عدل 2 مقلوب. لاحظوا أخواتي نحن وصلنا للنهاية، تركنا 2 4 5، شايفين 5. هلا هدول 2 بنشتغلهم مقلوب والباقي عدل، تمام؟ هدول بنشتغلهم عدل. هلا بدهم يروحوا معانا بالحردة، هدول 3 عدل. يلا نجي نحاول نسحب أول غرزة، تمام؟ يلا هاي وحدة وحدة وهي 2، وهي 2، هاي شو؟ هاي عدلة. يلا هلأ منتابع هدول، هاي عدلة وهي عدلة، لا مقلوب مزبوط. يلا هاي عدلة بالأحرى، هلأ صار مقلوب، ببين معاكي الغرز بقى عدل ومقلوب عدل ومقلوب. تستمري هيك لنهاية السطر، عدل ومقلوب عدل ومقلوب،
انتبهي غرزك ما توقع منك. هلا احنا عم نساوي ريب مضلع 2 عدد 2 مقلوب 2 عدد 2 مقلوب مشان نساوي غرزة السموك. وصلنا لآخر حردة، لاحظتوا؟ معناته مع الحردة الثانية منبلش منشكل العدل والمقلوب. هلا هاي الغرزة نسحبها، بدنا نحرد تنتين، مو سلكنا تنتين عدل نحنا، هاي وحدة وهي الثانية، هاي حردنا اثنين، هاي هي الغرزة بدنا نضل نسحبها على طول عشان تطلع معانا نفس هالمنظر هاد، شايفين؟ هذا بيساعدنا بلقص الكشكش. يلا هلا منتابع شغلنا، عبارة عن تنتين عدل تنتين مقلوب. هلا بكير لسه على السموك، لاحظوا قديش في مسافة لسه بكير. غرزة السموك كلياتكم تعرفوها، غرزة متداولة معروفة جميلة جدا، إيه بس أهم شيء أخواتي بتضب كثير، بتضب. بده يكون عدد غرز معاكي مريح، أو بتحبي تدلس النار للأكبر كمان بيصير، يصير كمان بس بحسب نوع الخيط. نحن هلا عم نستمر كله عدل ومقلوب عدل ومقلوب، ها اثنين عدل اثنين مقلوب هيك لنهاية السطر لحد ما نوصل للحردة الأخيرة. آخر السطر الحردة الثانية نحن عنا تنتين مقلوب، ناخدهم تجينا الأخيرة، لا ما بتاخدوا من هون، هذو بدنا نرجع نشغلهم على المقلوب. هلأ نشتغل عادي إخواتي، ما بيصير نحرد هيك غلط. أيوة هلأ هيك تشتغلي تنتين، هدول تنتين مقلوب هون، هاي تنتين مقلوب، وهاي الأخيرة عدلة. يلا آخر حردة وصلنا، هاي آخر حردة، أول غرزة بنسحبها بعدين نقلب الخيط نساوي هاي وحدة، عظيم، وهي الثانية. شو صارت معنا؟ طلعت معنا عدلة، نحن هذا اللي بدنا اياه، بدنا اياها تكون عدلة مشان نسحبها عدلة. هلا منتابع بقى شغلنا عادي مثل ما كن شايفين، مضلع 2 عدل 2 مقلوب. كم دور بدنا نشتغل؟ 2 4 6 ادوار اخواتي، او دور الخامس بيكون عدل يعني 5 ادوار. بدنا نشغل نحن 1 2 3 4 5 مشان نأسس لغرزة السموك. اخواتي وصلنا للطول المناسب مشان نبلش نساوي السموك، غرزة السموك. ليك وهي نحن هون، هي حردتنا وهي الغرزة اللي بنسحبها سحب مشان تضل عدلة هيك يطلع منظرها حلو. نحن هلا وصلنا لغرزة السموك، غرزة السموك كلياتنا بنعرفها، غرزة كثير حلوة ولطيفة وسهلة. هاي هي شايفين كيف؟ عبارة عن تضليع. مهم نحن خلصنا حرداتنا، ما احتجنا لشيء بالنسبة لغرزنا. يلا وهلا لازم يكون العدد معانا مجويز، يعني لازم اثنين اثنين ما عدا هاي أول غرزة، هاي لابد منها نسحبها سحب شو بدنا فيها. هلا سحبناها لهي، نشتغل تنتين مقلوب، هدول ما بيصير نساوي عليهم شيء، اتركوها تنتين مقلوب. منقول اثنين عدل اثنين مقلوب اثنين عدل، منجي مندخل السنارة بعد أربع بعد ست غرز، هاي اثنين أربعة ستة، ندخل هون السنارة هون بين الغرز، نشتغل نسحبها للغرزة، شايفين؟ نسحبها بنقلب الخيط هيك، ها مو منحطه هيك، ناخذ الخيط من تحت، ها بس هيك تمام. يلا وهلا هذا الخيط اللي سحبناه بنشتغله مع اول غرزه، تشتغليه مع اول غرزه مشان ما يصير معاكي زياده غرز وتنزليهم، ها نزليهم هيك خلص. هي صارت معاكي اول سموك، هي وحده تنتين عدل تنتين مقلوب، ما بتغيري شغلك، وهي تنتين مقلوب وهي تنتين عدل، عظيم. إذا بس شو دخلنا؟ دخلنا الخيط بيناتهم. هلأ بنرجع بنعيد، هلأ في عنا تنتين مقلوب، واحد اثنين، يلا في عنا ست غرز، اثنين أربعة ستة، منجيب السنارة أو الإبرة مندخلها هون بين الغرز أخواتي، هون مندخلها، منجيب الخيط من ورا نسحبه، ها تمام، منجيب الخيط لقدامنا ما مخليه كتير مشدود، هاتي الخيط عمليه هيك عشان يطلع هيك المنظر أحلى، وخدي التنتين سوا الخيط مع أول غرزة،
هاي الخيط مع اول غرزه بس تنزليهم اثنيناتهم عشان ما يزيد معك غرز. تشتغلي وحده ثنتين وهلا واحد اثنين هلا اثنين عدل وهي اثنين عدل تمام. هلا ساويتي سموك وما زاد معك غرز خلصتي، هي صاروا ثنتين سموك. هلا ثنتين مقلوب واحد اثنين نرجع بنعد ست غرز. هلا شوفي هون هاي ست غرز وهي ست غرز. ها شوف شايفه الخيط وين؟ انا معي هون الخيط باخذه لورا ما بخليه مشدود كثير، ما بدي اياها تضب كثير، وبشده للخيط. ها شوفي ها يعني بسحبه سحب، بسحب الخيط سحب اخواتي سحب، ما بدي يشد كثير، وبجيب الخيط بقلبه هيك مشان يضل وجه الغرزه لعندي، وباخذ التنتين عدل من خلف الشغل تنتيناتهم. يلا هي وهي نزل على الابره تمام هيك، وهي تنتين عدل وهي تنتين مقلوب وهي تنتين عدل. ما بغير شيء بشغلي اللهم الا بس بعمل الرباطه او هي الموديل هاد مشان غرزة السموك. غرزة كثير سهلة وبسيطة، فيك تشتغليها لأي شيء بدك اياه، لا بتلف ولا بتعذب، بس بدك تنتبهي عليها إذا بدك تشتغليها سكارف بتضب كثير وبنفس الوقت تاكل خيط كثير. يلا هاي اثنين أربعة ستة وهي السادسة. ها يلا ها لاحظوا هون بدنا ندخلها، ما ندخلها من تحت، من هون بين الغرز على الإبرة، على الإبرة بين الغرز بندخل هيك، نسحبها ناخذ الخيط بنقلبه من تحته هيك بدنا كسمه نحنا. ها وي اخذنا اثنين اثنيناتهم مع بعض بننزلهم سوا تمام. هلا ثاني عدله وهلا هاي ثالثه مقلوب تنتين مقلوب تنتين عدل. كم سموك بيطلع معانا بهذا الدور؟ بيطلع معانا بهذا الدور واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه سموك، بيطلع معانا سبع سموك. بعدها بنرجع بنشتغل كم دور؟ اثنين أربعة خمسة أدوار. بالدور السادس أو بالدور الخامس لازم لأنه هو مفرد بيكون، نجي بنساوي التشكيلة الثانية اللي أخذناهم ما بناخذهم واللي ما أخذناهم بناخذهم. شايفين كيف؟ ما بننسى هاي السحبة. هلا رح أكفي أنا هذا الدور وبرجع لك عشان أشرح لك على حفرة القبط طول الحردة وقديش عدد غرز. نجي معاكي الأخيرة أختي الكريمة، معليش عشان ما يضل عندك فراغ، معلش تجي معك الأخيرة بتضلي على غرزة هاي اثنين أربعة ستة، معلش ادخلي فيها أهم شيء الخيط ورا الشغل. يلا بتشتغلي الأخيرة حتى ما يضل معك فاضي مو حلو. يلا بتشتغليها بيطلع من شام بيطلع معك سبعة سبعة سموك على التمام. ها هاي أخذنا ثنتين معا ما بدنا زيادة غرز، وهي اشتغلنا ثنتين عدل ثنتين مقلوب تنتين عدل هاي تنتين عدل وهي الأخيرة مقلوب. يلا شايفين طلعوا معانا، ها هاي وحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، مثل ما هذا العدد هون نفس العدد هون بهذا. إذا بتبلشي بتساوي التضليع معاكي بعد ما بتحردي الحردة الثانية ومثل ما علمتك بتركي مجال مشان الحردة اللي بعدها. هلا اجينا هون هذا ساوينا الصدر، نحن بنعرف ان حردة الاب المدورة او المربعة امتى بنبلش فيها، عنا قديش طول الباط قديش طول حردة الابط، النصف زائد واحد قديش نحن بدنا الحردة، كم الحردة كم طول الحردة بدنا اياها، نحن الحردة بدنا اياها نحن بنعطيه مجال للفستان عطيناه 14 سنتي مع انه هو كثير بس معلي احلى بالنسبه للفستان. ولا تنسي انه بده يجي كشكش، بدنا نساوي له كشكش هون كمان على كمامه. بتحبي تركبي كم ركبي كم بيصير بيصير تشتغلي، بس انا حابه اساويها مثل كانه فستان له كشكش او شو بيسموها جيلي، يعني انا هيك حابه اساوي له اياها. هلا هذا اذا معك 14 سنتي انت بتحطي هاي ال 14 نصها 7 زائد واحد 8 سنتي من إيسا. شوفوا أخواتي من وقت ما بلشنا المساواتها هاي 8 سنتي، إذا 8 عندي 8 سنتي بتبلشي بقى بتساوي حردة الأبة.
كيف حردة القبة بالنسبة للمربعة ما بدها شيء إطلاقا. احسبي قديش بدك عدد غرز للأكتاف، قديش بدك عدد. هلا هون مضابب، هو هون ضابب، لأنه ليش شوفي هذا المضلع، المضلع ضابب. تحسبي قديش بدك، أنا كم غرزة تاركة معي للأكتاف؟ أي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 غرزة للأكتاف. 18 غرزة شو بيعادلوا؟ قديش العرض؟ 7 سنتي، بيعادل 7 سنتي. بتريدي 6 سنتي بيصير 6 سنتي. ورجي هي حطلك إياها تمام على 6 سنتي، 6 سنتي. إذا 14 غرزة، بتسركي 14 غرزة من هالطرف، 14 غرزة من هالطرف، وكل شيء معك زيادة بتحرديه هون، بتحردي هذا هون. الحردة بدها تصير معاكي حردة البريسي، العذل بتحرديه على العذل، والمقلوب بتحرديه على المقلوب. ما بدها شيء، عبارة عن حردة مربعة بسيطة أنا علمتك إياها، وفي إلى فيديو موجود عندك بالقناة. هي هي بالنسبة للظهر. أنا الظهر هلا إذا استمريت اشتغله، إمتى أنا لازم أساوي حردة الظهر؟ حردة الظهر بدها تكون أعلى من حردة الصدر، يعني أنا لهون، أنا هاد، أنا لهون لحتى. وقلت لك دائما بنترك إصبعتين، لازم يكون في إصبعتين. الإصبعتين شو بيعادلوا معانا؟ هاي الإصبعتين قديش بيعادلوا معانا؟ 3 سنتي، معناته 3 سنتي قبل الانتهاء من 14 سنتي، تمام؟ معناته على الإيداعش أنا بساوي حردة القبة، قبة الظهر على الإيداعش، على الإيداعشر سنتي بلش بساوي حردة الظهر. هلأ رح أشتغل شوي بيجيك للتشكيلة اللي بعدها، بساوي لك بس سنتين بعدين بتابع الشغل مشان ما أطول عليكم ويضيق خلقكم معانا. وصلنا أخواتي للتشكيلة الثانية تبعية السموك، بدنا نخالفهم مرة هون مرة هون مرة هون مرة هون، يعني بدنا نغير، ما بنضل على نفس التشكيلة. أول غرزة سحبة هي لابد منها مشان يطلع المنظر حلو، تنتين مقلوب هدول لابد منهم. هلا هدول تنتين نشتغلهم، واحد اثنين عدل واثنين مقلوب، هدول ما بدي اياهم هلا بهالتشكيله، ما بدي اياهم هلا. هذا في عندي هدول الستة، اثنين أربعة ستة، بدي اخذ هدول الستة. هلا شايفين الخيط وينه؟ رجعت الخيط للعدل وفوت هون اثنين أربعة ستة. هاي هلا عم ساوي التشكيلة الثانية، بسحب الخيط وبقلبه، تمام؟ يلا وبناخد التنتين من خلف الشغل، أخذنا التنتين من خلف الشغل بننزلهم على الإبرة، بنتابع تنتين عدل، تنتين مقلوب، واحد هاي اثنين، تنتين عدل. يلا هلا تنتين مقلوب، هذول عدل، عملنا اثنين مقلوب، هلا تنتين عدل. هلا هذول اثنين مقلوب، واحد اثنين، تمام. هلا شوفي شو بدنا، بدنا هي وهي، عملنا هي، هلا نحن عملنا هي، هلا بدنا نساوي هي، نحن نشتغل اثنتين مقلوب. هلا بدنا هذول اثنين مع بعضهم، هذول اثنين أربعة ستة، بندخل هلا هي التشكيلة الثانية، التشكيلة الثانية بنرجع الخيط على الإبرة ونرجع نشتغل عدل من خلف الشغل، نزلي الغرز اثنيناتهم، واحدة هي ثنتين، ثنتين مقلوب، واحد اثنين، وهي ثنتين عدل، واحدة ثنتين. لاحظوا شلون أخواتي تغير معاكي منظر السموك تبعيتك، تغير صفى هون، صار بيساوي لك موديل مثل النجمة. وقت بتغيري مكانها للغرزة بتصير معاكي منظر مثل النجمة. هلا رح استمر اشتغل لحتى اوصل للتسعة سنتي مشان حردة القبة، مشان حردة قبة الظهر. بعدين بقى بحردها انا وياكم، وهدول بنختمهم خطبة الاكتاف الحديثة.